اسلم اسلم. تقول لي كيف تعامل مع الحنين؟ والله انا اخوك ما في احد ما يشتاق. والله حلف مساله هدف في الحياه. هلا والله. نحن حاليا نسعى الهدف في الحياه. وهذا هذا الهدف ما توصل له. تبقى غريبه. وش اكثر شيء اشتقت له؟ الله يخليها لك. طلعنا من البشر. خلي المقارنه ما تخش في البشر، بشر يعني شيء الترتيب ثاني. غالبا معروف. غالبا الوالدين الـ 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 الاخوان الاهل الزوجه اذا في زوجه الى اخره الابناء. اشتقت للعمل. للعمل. خامس يوم اشتقت للعمل؟ اي والله. انسان عملي. اي والله. إني أقوم من 5 الفجر إلى الساعة 8 في الليل، تمام؟ إنه مقاولات وزي كذا، وبعد آخر الليل أبدأ توصيل الشوكليت والشغل في الشوكليت إلى آخر الليل الساعة 12 الساعة 1. توصيلها وين؟ على حسب، في الأحياء وكذا، يكون مثلا الطلبات تجيني من الصباح. أنت اللي توصل؟ إي عندي توصيل جميع أنحاء المملكة، ولكن داخل جزاء أنا أوصل. بحيث اني استفيد من مبلغ التوصيل. يكون دخل اضافي زياده يعني. انا اخذها واوصلها توصيل مبرد. واخلص على الساعه 12 11 ونص. انزل على الديوانيه عند الشباب. من الساعه 12 الى الساعه 2 ونص. واروح اريح لين الفجر كذا اليوم. تنام ساعتين بس؟ ساعتين 3 ساعات. شو السالفه ذي؟ اي والله. لا كذا انت غلطان. لا مو غلطان. والله غلطان. ايه ما انت غلطان. لا لاني انا حاليا عندي شيء ابغى ابدا فيه اللي هو مساله البناء. ما البناء فاهمني؟ وهذا الشيء صعب يحتاج له مبالغ، فلازم انك تتعب عشان توفر. اي بس ساعتين يوميا معناته انت في الخمس ايام تنام طال عمرك 15 ساعه. 15 ساعه منطقيا تنامها في يومين مو في 5 ايام. ها الجسم لازم راحه. لازم ترتاح. لازم راحة. 6 7 ساعات. 6 7 7 8. تعرف كم كان وزني؟ وزني كان 69. وزني كان 69. حاليا تقريبا نزل كم؟ ممكن اقول لك 7 8 كيلو نزل. كان هذا ممتوح. لا غليظ عندك. بقول لك يعني الارهاق ترى يفقدك الوزن. يفقدك التفكير. تصير خلاص شغل كذا ما في تركيز صاحي صح صح ما في. انا اكثر شيء اشتقت له احنا اتفقنا انه بدون بشر يعني. بدون بشر. اكثر شيء اشتقت له طال عمرك ولو اقول لك يمكن تنصدم. انا اشتقت طال عمرك البيتي في جدة. أنا عندي شقة في جدة وكذا كنت ساكن فيها. كنت ارتاح فيها في موضوع الجلسة ومتابعة التلفزيون والنوم. يعني ما استلذيت الحاجتين هذه إلا في البيت اللي هي متابعة التلفزيون وحتى الأكل. والله تناول الأكل في البيت شيء ثاني ترى. والله اي والله روقان جدا. بالذات لو كان شقة مستقلة لحالك. اي مستقلة مستقلة في البيت مع الوالد والاخوان ومستقلة. جدا جميلة. راحة راحة غير طبيعية. تمشي وترجع تاخذ لحالك. تحس بيتك مهما كان صغير طالما انه ملكك الخاص تحسه قصر. اكيد. اكيد. لانه اساسا شيء لك ملكك انت. لكن الحين مغربل في الرياض. العزوبية لو انك ساكن في 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 اي مكان كبير. تمشي. واي مكان موفر في كل شيء. ما هي مرتبه. ما هي مريحه. اكيد لازم يمرك فيها تفاصيل بايك. بس لو كان في احد يعني في حياتك غير ترى. عاد اللي في الحياه هذه اشياء عند الله سبحانه. اي والله. بس يعني ترى شيء صادم انه يغلبك الحنين خامس يوم، ترى شيء مو زين. أيوة. هذا يدل ان ما عندك صبر. انا لا والله صبور. صبور. شوف هذه النقطة تحديدا مسألة المشاعر والعواطف.
اذا ما كنت فيها صبور هي تحديدا ما تكون صبور في امور اخرى اكيد، لان هي يمكن اكبر امتحان مر الانسان سبحان الله العواطف. اقول لك قعدت يعني تقريبا في معسكر كان خارجي في امريكا، وكان المعسكر طويل العمر. معسكر ايش؟ معسكر كشفي في امريكا ولاية فرجيني تحديدا غابات، وكنا معسكرين في الغابة 12 يوم. حلو. كل شيء طبيعي وخيام خيام وست ستين